كان الحريق مدمرا. التهمت النار سطح كاتدرائية نوتردام لدرجة إسقاطها البرج الشهير، فيما بقي النحل في مأمن عن الموت. لكن كيف نجا النحل بحياته؟ ربما بمعجزة. بعد أن أطفئت النيران، توقع القائمون على الكاتدرائية الفرنسية تسميم الدخان وقتله لنحو 200,000 نحلة تعيش في خلايا فوق سطح المبنى العريق بالعاصمة باريس. لكن مربي النحل في الكنيسة نيكولاجيان قال إن النحل لا يزال يصدر طنينا، على الرغم من كون درجات الحرارة العالية أكبر خطر على ساكن الكنيسة الصغير. إلا أن النحل الأوروبي يختلف عن غيره من السلالات الأخرى، فالشعور بالخطر يبقيه بالقرب من خلاياه، حيث يلتهم العسل ليحمي مملكته. لكن ما حدث فوق سطح نوتردام أن ثاني أكسيد الكربون أصاب النحل بحالة تخدير، مما جعله ينام فيما بقي على قيد الحياة. حريق نوتردام أصاب كل العالم بالحزن والألم. الشعور نفسه مس قلب مربي النحل في الكاتدرائية، لكن اطمئنانه على حياة النحل جعله يشعر بإحساس رائع، شاكرا الرب بأن الدخان لم يؤذه. إنها حقا معجزة.